الناحية التانية كل اللعيبة عملتها، تمام، ولكن اللي هم طبعا اللي هم حصل لهم عزل ما جوش. ما يعني ده اللي انا سمعته، يعني انا كان عندي حاله وفاه، بس سمعت كمان ان ظهر حالتين تاني في المسحه الثانيه. في المسحه الثانيه حالتين. اه هي المسحه الثانيه كانت بعد الاولى بقد ايه؟ بيومين. يعني أو حتى لو في اصابه ممكن يعني برضو ما تقريبا ما تلحقش، صح ولا ايه؟ مش والله انا مش عارف قوي، بس ان كان معانا المسحه الاولى الدكتور وجاله المسحه الثانيه. فانا مش عارف بقى هل اختلط مع حد بره او حد مع اللعيبه اللي كانت دكتور الفريق. دكتور هو الفريق. اللي جات له في المسحه الثانيه. فهو الاولانيه كان مين الشخص الثاني؟ لاعب. لاعب، بس انا ما كنتش موجود، ما عرفتش يعني. بس لاعب. طب انت بتقول لي دلوقتي ان انتوا حتى لسه يعني بعيدا عن كل المشاكل الطبيه دي، يعني الخاصه طبعا بالاصابه بكورونا، الاستاد فيه تصليحات لسه، بتقولي مش عارف لسه هنتمرن فين؟ والله احنا لغايه دلوقتي لسه ما نعرفش هنطلع معسكر ولا مش هنطلع معسكر. كان المفروض نتمرن يوم السبت اللي هو النهارده، اتلغى بقى يوم الاثنين تقريبا، ان لسه الملعب كان فيه تصليحات بيصلحوا فيه. فلغايه دلوقتي احنا ما عندناش علم احنا هنتمرن فين، والاستعداد بتاعتهم هتبقى ايه لما نروح الفتره